هو ايه اقصى مسافة بين الاعمدة مع نظام السقف الكمري؟ اقصى مسافة بين الاعمدة مع نظام السقف الكمري يفضل الا تزيد عن 5 متر، بهذا سنضمن سمك سقف اقل من 16 سنتي. ايضا لن نحتاج الى شبكة تسليع علوية التي نضطر اليها اذا زاد سمك السقف عن 15 سنتي. اذا سمك سقف اقل، تسليح اقل، إذن تكلفة أقل. أيضاً مع مسافات بين الأعمدة أقل من 5 متر، إذن ستكون أطوال القمرات أقل. إذن عزوم وترخيم أقل، إذن خرسانة وتسليح أقل، إذن تكلفة أقل. إذن أفضل مسافة يفضل ألا تزيد عن 5 متر مع نظام السقف الكمري. والسؤال، إذا زادت المسافات بين الأعمدة عن 5 متر، هل يوجد أنظمة اقتصادية مع هذه المسافات؟ نعم، يوجد أنظمة أخرى مثل أنظمة البلاطات المسطحة أي الفلات سلاب، أو نظام البلاطات المفرغة أي الهولو بلوك، أو نظام الكمرات المتقاطعة أي البانل بيم. إذن يوجد أنظمة أخرى تتناسب مع المسافات الكبيرة التي تزيد عن 5 متر وتكون أقل تكلفة اقتصادية.